مقولة لسعد باشا زغلول. سعد باشا زغلول كان اسمه الشيخ سعد زغلول بالمناسبة يا مولانا. له كتاب، أول كتاب ألفه في فقه الشافعية، كان طالب في الأزهر وكتب على الكتاب للمؤلف الشيخ سعد زغلول الطالب بالأزهر الشريف. سعد زغلول عندما ذهب إليه طلاب الأزهر وقالوا له، يشكون الدكتور ضاح حسين الذي أصبح وفديهم بعد ذلك في كتاب الشعر الجاهلي الذي كان يشكك في تاريخ بعض القصص التي وردت في القرآن الكريم، قال الزعيم سعد زغلول: ماذا علينا إذا لم يفهم البقر؟ هذه مقولة للزعيم سعد زغلول. فمن يدعون أنه انقلابا عسكريا ليس علينا أن نقول لهم شيئا. وبالنسبة للعالم الخارجي، والذي أشعر بمهانة كبيرة كمواطن مصري وكابن من أبناء هذا الحزب الذي نشأ منذ عام 1918 على فكرة الاستقلال، والاستقلال الآن هو استقلال القرار الوطني. عندما أرى مسؤولين أجانب يجيئون إلى مصر وفي شبه حملات تفتيش على مصر وأنا ألتقي بمعظمهم، أشعر بمهانة كبيرة عندما نولي جميعا وجوهنا شطر أوروبا وشطر أمريكا. أمريكا والاتحاد الأوروبي في ظل حكم الإخوان كان لهم سياسة، وهو تحويل مصر إلى دولة عاجزة فاشلة تظل طوال العمر تابعة للقرار الأمريكي لا تستقل أبدا، ولكن الشعب المصري أيقن ذلك فثار على هذا النظام. ما حدث 30/6 هو ثورة شعبية